السلام الخوص، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. الف الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 14 بالنسبه لي سيري نيميريك. بالنسبه اليوم غادي نشوفوا التمرين رقم 14. التمرين هذا اللي قال لك اون كونسيدير لا سيري دو تيرم جينيرال اولي ان كيساوي ناقص 1 على بويسونس ان سور ان. يعني عندنا هاد لا سيري نيميريك اللي هي عباره على لا سوم من ان اكبر من او يساوي 1 ديال ناقص 1 على بويسونس ان سور ان. اذا هذه هي لا سيري نيميريك اللي غنخدموا عليها في هاد الحصه. قال لك اي اون نوت بور ان كبر من 1 حيث ان ان اكبر من او يساوي 1 غادي نوضعوا شنو اس ان كتساوي لينا هي لا سوم من ك كيساوي 1 حتى الان ناقص 1 على بويسونس ك سور ك. اذا هذه هي اس ان. وغنوضعوا اولي ان كيساوي لينا هو اس دوز ان و في لي ان هي اس دوز ان بلوس ان. مزيان. اذا هادو هما المعطيات ديال التمرين. اول سؤال قال لك لا سيري ايتيل ابسولمون كونفيرج. اذا بالنسبه لهاد لا سيري نيميريك واش هي ابسولمون كونفيرج؟ اذا هذا هو اول سؤال. واش هاد لا سيري نيميريك دو تيرم جينيرال موان زارا بويسونس ان سور ان واش هي ابسولمون كونفيرج؟ اجي نشوف واش هي ابسولمون كونفيرج ولا لا. اذا بالنسبه لنا اول سؤال عندنا لا سيري نيميريك اللي هي لا سوم ديال من ان اكبر من او يساوي 1 ناقص 1 على بويسونس ان سور ان. اذا لو بغينا نعرفوا واش هي ابسولمون كونفيرج خصنا نديروا لا سوم دو لا فالور ابسولي ديال الشيء اللي لداخل. اذا لا سوم من ان اكبر من او يساوي 1 ديال هاد لا فالور ابسولي ناقص 1 على بويسونس ان سور ان اش كيساوي لينا؟ هو لا سوم من ان اكبر من او يساوي 1. هنا لا فالور ابسولي كتفرق غتكون الفوق لا فالور ابسولي ناقص 1 على بويسونس ان. شنو هي لا فالور ابسولي ناقص 1 على بويسونس ان؟ هي 1 حيت ناقص 1 على بويسونس ان غتكون اما 1 ولا ناقص 1. ولا فالور ابسوليد 1 هي 1 ولا فالور ابسوليد ناقص 1 هي 1 مقسومه على لا فالور ابسوليد ان و ان راه كبر من 1 يعني لا فالور ابسوليد ان راه هي ان. اذا بالنسبه لا سوم لا فالور ابسوليد ديال التيرم جينيرال ديال السيري ديالتنا شنو لقيناه هو لا سوم من ان اكبر من او يساوي 1 ديال 1 على ان. هذه شنو هي؟ هذه هي السيري هارمونيك والسيري هارمونيك اش كنعرفوا عليها ديفيرجون. اذا هذه اي ديفيرج مزيان. اذا لقينا بلي لا سوم من ان اكبر من او يساوي 1 لا فالور ابسوليد ناقص 1 على بويسونس ان سوغ ان مالها راها ديفيرجون وهذه راه عباره على سيري هارمونيك. مزيان اللي شفناها في الغيزيم. اذا هي ابسولمون يعني لقيناها ديفيرجون مين كنلقاو بلي لا سوم ان اكبر من او يساوي 1 ديال لا فالور ابسوليد ناقص 1 على بويسونس ان سوغ ان راه هي ديفيرج. اذا هاد السيري ديالتنا راه ني با ابسولومون كونفيرج حيت لاحظتي من درنا لا فالور ابسولي داكشي اللي داخل ما خرجش كونفيرج وكان كونفيرج غنقولوا بلي هي ابسولومون كونفيرج. اذا شنو يمكن لي نقول بلي هاد لا سيري نيميريك دو تيرم جينيرال موان زان لا بويسونس ان سور ان ني با ابسولومون كونفيرج. مزيان. اذا هذا اول سؤال اللي قال لك لا سيري ايتيل ابسولومون كونفيرج واش هاد لا سيري هادي ابسولومون كونفيرج ولا لا. اذا لقيناها بلي راها ماشي ابسولومون كونفيرج. دابا ندوزو للسؤال الثاني اللي قال لك ديمونتري كو لي دو سويت اولي ان اي فيلي ان سون ادجاسون يعني عباره على متتاليتين متحاديتين. هنا عندي واحد التذكير واحد الغابيل بالنسبه لي سيري نيميريك حيت لي سيري بالنسبه لي سويت نيميريك حيت في الشابيتر ولا في البلاي ليست ديال لي سويت نيميريك شنو يعني المعنى ديال السويت ادجاسون شنو فيه تمارين. هنا خصنا يعني ندير واحد التذكير السؤال الثاني اللي قال لك ديمونتري ان اولي ان و في لي ان اي ادجاسون. اذا غادي ندمونتري بلي سويت اولي ان اي في لي ان سون ادجاسون. اذا هنا سويون دو سويت اولي ان اي في لي ان فوقاش كنقول ان اولي ان اي في لي ان سون ادجاسون إذا كانت وحدة فيهم دي كخواسون يعني مثلا نشد وحدة فيهم إذا كانت مثلا إولي إن إي دي كخواسون و فيلي إن كخواسون يعني وحدة فيهم تناقصية وحدة تزايدية والليميت ديال الفرق بيناتهم ديال إولي إن موان فيلي إن إيكال أ زيرو كون ان كونفيرج بلوس لانفيني. الى تحققوا ثلاثه الشروط
الا تحققوا ثلاثه الشروط شنو كيمكن لي نقول؟ كنقول بلي U لي N اي V لي N سون adjacent متتاليتان متحديتان. وشنو هاد المتتاليتان المتحديتان شنو كتعني؟ انهم عندهم لا ميم ليميت. يعني الا لقيت ان U لي N V لي N سون adjacent يعني ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال U لي N ايغال ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال V لي N صافي كتساوي واحد العدد L ابارتونو R. مزيان هادشي اللي كيعنيو بدو سويت ادجاستون متتاليتان متحديتان كتكون عندهم لا ميم ليميت. اذا حنا خصنا نبينو بلي اي لي ان في لي ان سون ادجاستون. اذا خصني نبين بلي وحده تناقصيه وحده تزايديه والليميت الفرق بيناتهم كتساوي زيرو. حنا اي لي ان عندنا هي اس دوزان و في لي ان عندنا هي اس دوزان بلس ا. اذا نبداو مثلا بوحده فيهم نبينو بلي هي كرواسون. هذيك كرواسون دائما باش نعرفو واش كرواسون ديك كرواسون كنحسب اي لي ان بلس ا موان اي لي ان ولا في لي ان بلس ا موان في لي ان. نبداو مثلا باي لي ان ف U لي N plus 1 موان U لي N. ولا بلاش ما ندير U لي N plus 1 موان U لي N بما أن هنا كاينة لا صوم غندير غي U لي N plus 1. أش كتساوي؟ U لي N plus 1 هي S ندير دوزان وهنا بلاصة أش غندير؟ غندير N plus 1 هاهي N plus 1 اللي هي S دوزان plus 2 كاينة ولا مكايناش؟ إذا بالنسبة ليا أنا هنا U لي N plus 1 هي S2 بلاص هنا N درت N plus 1 واللي هي S2 زين plus 2. مزيان شنو هي S2 زين plus 2؟ ها هي ها Sn بلاص N عدير 2 زين plus 2 يعني هي لا صوم من كا كيساوي واحد. هنا كانت حتى ال N من كانت هنا N هنا كاينة 2 زين plus 2 ياك. وهنا ديالاش ناقص واحد على بويسونس K سور K. إذا بالنسبة لـ U لـ N بلس 1 هي لا صوم من كا كيساوي واحد حتى دوزان بلس 2 ديال ناقص واحد على بويسونس كا سوغ. وإذا سولتك هنا شنو هي U لـ N؟ هي S دوزان و U لـ N هي S دوزان يعني هي لا صوم من كا كيساوي واحد حتى الـ S حتى الـ دوزان ناقص واحد على بويسونس كا سوغ. دابا نديرو الفرق ديالتهم يعني U لـ N بلس 1 موان U لي N اش كيساوي لينا؟ شنو هي U لي N بلس 1؟ راه هي لا صوم من كا كيساوي واحد حتى دوزان بلس 2 ناقص واحد على بويسونس كا سيغ كا. وهنا ناقص شنو هي U لي N؟ راه هي لا صوم من كا كيساوي واحد حتى دوزان ديالاش ناقص واحد على بويسونس كا سيغ كا. لاحظ معايا بلي كيبداو من واحد كتبدا من واحد داكشي اللي داخل هنا هو داكشي اللي داخل هنا. يعني هنا نطبق نفس البرانسيب اللي كنت كندير في الكالكول ديال الصوم بارسيال. يعني اكبر حاجه كيبداو بها بجوج كيبداو من واحد واصغر حاجه كيساليو فيها هذيك كتوصل دوزين بلس 2 هذيك كتوصل دوزين بلس 2 يعني كتوصل دوزين. اصغر حاجه كتوصل ليها هي دوزين. اذا انت هذه خصني نحولها توقف عي في دوزين. يعني بالنسبه ل U لي N بلس 1 موان U لي N اش كتساوي ليا؟ هي لا صوم من كا كيساوي واحد حتى دوزين ديال ناقص واحد على بويسونس كا سيغ كا. انا دابا هنا هادي كانت واصله حتى لدوزين بلس 2 وانا وقفت غير في دوزين. اذا خصني نعوض بدوزين بلس 1 وبدوزين بلس 2 باش نكمل هادي. يعني هنا زائد خصني نعوض بدوزين بلس 1 يعني ناقص واحد اس جوج ان زائد واحد على ياش على جوج ان زائد واحد زائد نعوض بدوزين بلس 2 زائد ناقص واحد اس دوزين بلس 2 مقسوم على ياش على دوزين بلس 2 وعاد ما ننساش هادي حيت انا هادي راه كتساوي ليا هي هاد لا صوم من كا كيساوي حتى لدوزين وعاد نزيد نعوض دوزين بلس ا ودوزين بلس 2 باش نكمل هاد. وعاد دابا نكتب هاد ناقص لا صوم من كا كيساوي واحد حتى لدوزين ديالاش ديال ناقص واحد على بويسونس كا سيغ كا. ولاحظ معايا دابا بلي عندي لا صوم من كا كيساوي واحد حتى لدوزين ناقص واحد على بويسونس كا سيغ كا ناقص لا صوم من كا كيساوي واحد حتى لدوزين ناقص واحد على بويسونس كا سيغ كا. اذا هادي مع هادي مشات مزيان. عادي نرجعو لهنا الاول انا نمسح هادشي هنا. لاحظ معايا بلي U لي N بلس 1 موان U لي N اش كتساوي ليا؟ هنا بقات لينا ناقص واحد اس جوج ان زائد واحد جوج ان زائد واحد كتابه ديال عدد فردي وناقص واحد اس عدد فردي هو ناقص واحد يعني هادي هي ناقص واحد على جوج ان زائد واحد. وهنا زائد ناقص واحد أس جوج إن زائد جوج، جوج إن زائد جوج شنو هي؟ هي جوج
ان زائد واحد، وهذه راه كتابه ديال عدد زوجي. اذا ناقص واحد اس عدد زوجي شنو هو؟ هو واحد. اذا هنا زائد واحد على جوج ان زائد جوج. دابا هنا نديرو توحيد المقامات، فلاحظ معايا بلي اولي ان بلس ان موان اولي ان شايساوي ليا واحد المقامات، يعني ناقص واحد تضرب في جوج ان زائد جوج غتولي ناقص جوج ان ناقص جوج، وواحد عاد تضرب في جوج ان زائد واحد غتولي زائد جوج ان زائد واحد مقسوم على المقام الموحد اللي هو جوج ان زائد واحد فوا جوج ان زائد جوج. مزيان، اذا هنا غادي نمسحو ثاني هادشي ديال التحت. اذا هنا لاحظ معايا عندنا هاد ناقص جوج ان زائد جوج ان تختزلات، ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد مقسوم على ايش؟ على المقام الموحد اللي هو جوج ان زائد واحد في جوج ان زائد جوج. مزيان، والملاحظة ديالك هنا شنو؟ أنه كيكو سوا ان ابارسونو ان ايطوال، عندنا جوج ان زائد واحد كبر من زيرو، جوج ان زائد جوج كبر من زيرو، يعني هذه كاملة كبر من زيرو، مع ناقص راها صغر من زيرو. إذا هنا كيكو سوا ان ابارسونو ان ايطوال، شنو لقينا؟ باللي إيلي ان بلوس ان موا إيلي ان أصغر من زيرو، يعني أن إيلي ان بلوس ان أصغر من إيلي ان. إلا دينا إيلي ان الطرف الثاني، إذا إيلي ان بلوس ان أصغر من إيلي ان شنو؟ إذا سويت إيلي ان إي دي كخواسون هنا، دونك إيلي ان إي دي كخواسون. مزيان، إذا هادي أول حاجة برهنتها، برهنت بلي إيلي ان إي دي كخواسون. دابا نمشيو نشوفو في لي ان، في لي ان خصنا نلقاوها كخواسون، إلا لقينا حتى في لي ان دي كخواسون هنا غادي نوقف، ميمكنليش نقول عليهم دو سويت ادجاسون، خصها تكون وحدة كخواسون وحدة دي كخواسون. مزيان، نشوفو في لي ان، يعني غنطبقو نفس البلان، يعني غادي نحسبو في لي ان بلوس ان موان في لي ان. إلا سولتك شنو هو في لي ان بلوس ان؟ هانتي في لي ان هي لا سون هي اس دوزان بلوس ان، يعني في لي ان بلوس ان هي اس دوزان، وهنا بلاس ان عدل ان بلوس ان، وهنا برا كاينه بلوس ان اللي هي اس دوزان بلوس 3، حيت هنا جوج في واحد جوج زائد واحد هي 3. وشنو هي اس جوج ان زائد 3؟ هانتي اس ان هي لا سون من كا كيساوي واحد حتى ان ناقص واحد على بويسونس كا، سو كا اس ديال جوج ان زائد 3 فراه هي لا سون من كا كيساوي واحد حتى الاش حتى جوج ان زائد 3 ديال ناقص واحد على بويسونس كا سيغ كا. مزيان، اذا بالنسبه ليا انا هنا شنو هي في لي ان بلوس ان دابا موان في لي ان؟ الا بغيت تا في لي ان نكتبها في لي ان شنو هي؟ هي اس دوزان بلوس ان، هادي هي في لي ان، يعني هي لا سوم من كا كيساوي واحد حتى لهاد دوزان بلوس ان ديال اش؟ ناقص واحد على بويسونس كا سيغ كا. ودابا نحسب في لي ان بلوس ان موان في لي ان، ف في لي ان بلوس ان في لي ان بلوس ان موان في لي ان اش كتساوي ليا؟ ولا هنا شوف ممكن نكتب، انا في الاول درت هاد القضيه في لي ان بلس ان موان في لي ان اللي خدمنا في اولي ان، دابا غادي نكتب انا في لي ان بلس ان بدلاله في لي ان، ومن بعد نجيب في لي ان الطرف الثاني. كيفاش؟ شنو هي في لي ان بلس ان؟ هاي هي لا سوم من كا كيساوي واحد حتى جوج ان زائد 3 ناقص واحد على بويسونس كا سيغ كا. حنا عندنا في لي ان فين كتوقف؟ كتوقف غير حد جوج ان زائد واحد، يعني هنا هادي هي لا سوم من كا كيساوي واحد حتى جوج ان زائد واحد ناقص واحد على بويسونس كا سيغ كا. انا دابا هنا فين وقفت؟ وقفت غير في جوج ان زائد واحد، وهنا كتوقف في جوج ان زائد 3، اذا خصني نعوض بجوج ان زائد جوج ونعوض بجوج ان زائد 3. مزيان، اجي نعوضو، يعني غتكون زائد ناقص واحد وجوج ان زائد جوج على جوج ان زائد جوج زائد ناقص واحد أس جوج ان زائد 3 على جوج ان زائد 3. ما درت والو هنا، غير زدت عوضت، صافي ما درتش والو، غير زدت عوضت، يعني هادي كتوقف حتى لجوج ان زائد 3، وهادي حنا وقفنا غير في جوج ان زائد واحد باش نلقاو ليكسبرسيون ديال في لي ان. هانتي انا هي في الاول كانت كتوقف في جوج ان زائد 3، وانا دابا وقفتها فين؟ وقفتها غير في جوج ان زائد واحد. اذا بما اني وقفتها في جوج ان زائد واحد باش نوصل لهادي شنو خصني ندير؟ خصني نعوض بجوج ان زائد واحد زائد واحد اللي هي جوج ان زائد جوج، ومن بعد نعوض باش بجوج ان زائد زائد جوج زائد واحد اللي هي جوج ان زائد 3 باش نوصل لهاد جوج ان زائد 3.
مزيان. اذا بالنسبه لي انا هنا واحد معايا شنو لقيت، لقيت باللي فيل ان بلس 1 اش كتساوي ليا، شنو هي هذه لا سوم كا كيساوي حتى دوزيام بلس 1 ناقص 1 على بويسونس كا سوكا، هذه هي فيل ان. وهنا زائد شنو هي ناقص 1 او 2 ان زائد 2 راه هي 1 حيت 2 ان زائد 2 عدد زوجي مقسوم على 2 ان زائد 2. وهنا ناقص 1 او 2 ان زائد 3، 2 ان زائد 3 راه عدد فردي ممكن نبرهن لك انت، 2 ان زائد 3 كيتكتب على شكل 2 ان زائد 2 زائد 1 اللي كيتكتب على شكل 2 عامل ان زائد 1 زائد 1، وهذا راه كتابه ديال عدد فردي. اذا عدد فردي وناقص 1 اس عدد فردي هو ناقص 1 مقسوم على 2 ان زائد 3. مزيان، اذا نكملوا هنا الفوق. لاحظ معايا نجيب فيل ان هاد الطرف غتولي ليا فيل ان بلس 1 موان فيل ان، اش كتساوي ليا هنا واحد المقامات، يعني هنا هادي وهادي واحد ليهم المقامات، يعني هنا غتولي 2 ان زائد 3 في 1 اللي هي 2 ان زائد 3 ناقص 1 فاش 2 ان زائد 2 اللي هي ناقص 2 ان ناقص 2. هادشي كامل مقسوم على ايش؟ على 2 ان زائد 2 في 2 ان زائد 3، 2 ان زائد 2 في 2 ان زائد 3. لاحظ معايا هنا بلي 2 ان ناقص 2 ان مشات، و 3 ناقص 2 هي 1 مقسوم على ايش؟ على 2 ان زائد 2 في 2 ان زائد 3. ولاحظ معايا هنا بلي كيلكو سوا ان ابارسون ان ايطوال، كيلكو سوا ان ابارسون ان ايطوال، حيت هنا ان راه كبر من 1، شنو عندنا؟ عندنا بلي فيلي ان بلس 1 موان فيلي ان، لاحظ معايا هذا راه كبر من 0، يعني فيلي ان بلس 1 راه اكبر من فيلي ان، يعني فيلي ان مالها عباره على واحد السويت كخواسون هنا. الوغ خلينا نكتبو هانتا، الوغ شنو فيلي ان اي كخواسون، اذن اولي ال لقينا هادي كخواسون و فيلي ال لقيناها كخواسون، بقى لينا اخر شرط اللي هو ديال الليميت. اذا بالنسبه لفيلي ان راه لقيناها باللي هي كخواسون. مزيان، بقى لينا غير شرط الليميت، خصنا نحسبوا الليميت في بلوس لانفيني ديال اولي ان موان فيلي ان. اجي نحسبوا مثلا فيلي ان ناقص اولي ان، هادشي فيلي ان ناقص اولي ان شنو هي؟ شنو هي فيلي ان؟ هي اس دوزان بلس بلس 1، هي اس دوزان بلس 1 ناقص شنو هي اولي ان؟ هي اس دوزان، يعني فيلي ان ناقص اولي ان اش كتساوي ليا؟ شنو هي اس دوزان بلس 1؟ هي لا سوم من كا كيساوي واحد حتى لدوزان بلس 1 ديال اش؟ ناقص واحد لا بويسونس كا سور كا. وهنا شنو هي اس ان؟ هي لا سوم من كا كيساوي واحد حتى لدوزان ناقص واحد لا بويسونس كا سور كا. هنا لاحظ معايا هادي وقفات غير في دوزين، وهادي وقفات في دوزين بلس 1، يعني هادي ممكن نكتبها بدلالتين، يعني بالنسبه لفيلي ان ناقص اولي ان اش كتساوي ليا؟ هادي راه هي نفسها لا سوم من كا كيساوي واحد ونوقفها غير في دوزين ناقص واحد على بويسونس كا سور كا، هنا من وقفات في دوزين وقفتها في دوزين مازال خصني نعوض باش بدوزين بلس 1، يعني هنا زائد ناقص واحد على بويسونس دوزين بلس 1 سور دوزين بلس 1. وهنا ناقص هاد لا سوم من كا كيساوي واحد حتى لدوزين ناقص واحد على بويسونس كا سور كا. اذا بالنسبه ليا انا هاد لا سوم من كا كيساوي واحد حتى لدوزين ناقص واحد على بويسونس كا سور كا مع لا سوم من كا كيساوي واحد حتى لدوزين ناقص واحد على بويسونس كا سور كا مشات، شنو بقات ليا فيلي ان موان اولي ان؟ فيلي ان موان اولي ان هي ناقص واحد اس دوزين زائد واحد، يعني عدد فردي هاد 2 ان زائد واحد، يعني ناقص واحد اس عدد فردي هي ناقص واحد مقسوم على ايش؟ على 2 ان زائد واحد. مزيان، اذا هذه هي فيلي ان موان اولي ان. دابا اش غندير؟ خصني نحسب ليها ليميت بلوس لانفيني ونلقى زيرو، هذا هو اخر كونديسيون باش نقول على ان السويت اولي ان فيلي ان سون ادجاسون. مزيان، اذا بالنسبه ليا هنا فيلي ان يعني ليميت اون ان بون فيغ بلوس لانفيني ديال فيلي ان موان اولي ان
ولا او لي ان موان في ان ما كاين حتى شي اشكال شنو هي هي مسال ليميت بلس لانفيني ناقص واحد على جوج ان زائد واحد والليميت في بلس لانفيني هذه شحال هي زيرو اذا شنو لقينا لقينا بلي الليميت في بلس لانفيني ديال في ان موان او لي ان ايغال ا زيرو وهذا هو اخر كونديسيون ان او لي ان موان في لي ان او لي ان موان في لي ان تنفيغ ا زيرو كون ان تنفيغ بلس لانفيني اذا انا غادي نجمع هادشي اللي لقيت كامل باش نقول له بلي هما سون ادجاسون اذا هنايا اولي ان اي دي كرواسون و فيلي ان اي كرواسون اي limite quand n tend vers plus l'infini de u le n moins v le n égale à 0 et dans tel cas on a des conditions qui amènent je n'ai rien collé donc on sait ceci dans tel cas on a des conditions qui amènent non alors u le n et v le n sont adjacents alors moi je vous demande ceci est un متحديات adjacents مزيان اذا هذا كان بالنسبه للسؤال الثاني اللي قال لك مونطري كو ان او لي ان في ان سون ادجاسون بقى لنا اخر سؤال اللي هو السؤال رقم 3 اللي قال لك كونكلي كو لا سيري اي كونفيرج سنتج بان هاد لا سيري نيميريك راها كونفيرج مزيان حنا لاحظ معايا لقينا بلي او لي ان في ان سون ادجاسون ولاحظ معايا بلي او لي ان وفي لي ان هما عباره على واحد السويت اكس تخي يعني مجرد متتاليه جزئيه من المتتاليه اس ان حيت انت في لي ان هي اس دوزين بلس 1 يعني متتاليه جزئيه من هذه و او لي ان هي اس دوزين متتاليه جزئيه من هذه دونك كيلقيناهم متحديه يعني كيمشيو لنفس النهايه بما ان او لي ان وفي لي ان كيمشيو لنفس النهايه هما عباره على دي سويت اكس تخي يعني حتى اس ان كتمشي لواحد النهايه صافي وهذيك النهايه عباره على عدد حيث ضروري بما انهم ادجاسون راه عباره على عدد يعني هذه بلس لانفيني كتمشي لواحد العدد ولاحظ معايا بلي اس ان راه ما هي الا سون بارسيال ديال لا سيري نيميريك ديالنا صافي اذا هنايا يمكن لي نقول بما ان هذه راه كتمشي لواحد ليميت اذا شنو هاد لا سيري نيميريك دو تيرم جينيرال موان زيرو بويسونس ان سوغ ان مالا راها كونفيرج اذا نجي نكتبو هادشي إذن هنايا بويسك سؤال تالت الكونكلوزيون بويسك إلي إن بويسك هاد جوج ديالت دو سويت أدجاسون كونفيرج فيغ لا ميم ليميت بما أن اي جوج سويت جوج ديال لي سويت ادجاسون راهما كونفيرج فير يعني لا ميم ليميت شنو يمكننا نقول دابا على هاد جوج ديال لي سويت اكس تري اذا هنايا الوغ ولا يمكننا نقول على هاد جوج لي سويت اكس تري يعني هاد لي دو سويت اكس تري اولي ان U li n, شوف, باش نبينو بلي هما اكستخي، شنو هي U li n؟ كتبو الكتابة، يعني هما راه جايين من نفس سويت S، يعني هنا S دوزان، إي S دوزان بلس 1، هادو جوج ديال لي سويت اكستخي، مالهم؟ تا هادو بجوج راه كونفيرج، حيت هما جوج ديال لي سويت اكستخي، إذا راهما كونفيرج فيغ لا ميم ليميت. صافي اذا بما ان هاد جوج ديال لي سويت راهما دي سويت ادجاسون يعني راهما كونفيرج فيغ لا ميم ليميت اذا هنايا يعني بما ان هاد جوج ديال لي سويت ملي كيكونوا جوج ديال لي سويت اكستري يعني جوج ديال المتتاليه الجزئيه كيمشيو لنفس النهايه فحتى داك المتتاليه اللي جايين منها راه حتى هي كتمشي لذاك النهايه صافي اذا هنا سي بيان ك اس ان اي كونفيرج
pas encore. بما ان اس ان يعني 100 بارسيال راه كونفيرج يمكن لي نقول لا لا سيري نيميريك راه حتى هي كونفيرج اونكور كو لا سيري اي كونفيرج مزيان هنا كونفيرجون صافي اذا بما انهم هاد يعني بما ان اي جوج ديال لي سويت ادجاسون راهما كونفيرج فيغ لا ميم ليميت فهاد جوج ديال لي سويت اكستري اللي عندنا اليوم اس ان و اس 12 راه علاش قلت اكستري حيت مجين من نفس السويت حتى هما كونفيرج فيغ لا ميم ليميت اذا حتى داك السويت اللي عندنا راه كونفيرج فيغ داك ليميت صافي هنا كونفيرج فيغ داك ليميت واذا بما ان شنو قلنا ملي كيكون سون بارسيال كونفيرج فيغ واحد ليميت راه حتى داك لا سيري نيميريك راه كونفيرج وهكا كنكونو سالينا التمرين رقم 14 نشوفكم في حصة مقبلة إن شاء الله مع تمرين آخر بالنسبة لسيري نيميريك